اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى حلقه جديده من برنامج زوايا الحدث. هذه الحلقه نخصصها للحديث عن رساله الحكومه التي وجهتها لمجلس الامن تعقيبا على تقرير تقرير خبراء لجنه العقوبات التابعه لمجلس الامن. قالت الحكومة اليمنية في رسالة هي الأولى لها لمجلس الأمن إن قوات الحزام الأمني والنخب الحضرمية والشبوانية قوات مناطقية تعيق عمل الشرعية ولا تخضع لسلطتها، بل تشكل عائقا أمام الدولة ومسؤولة عن كل الانتهاكات التي تحدث في مناطق الجنوب المحررة. الرسالة أشارت إلى أن القيادات التي شكلت المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات فعلت ذلك للهروب من محاكمتها بتهم الفساد المالي والإداري، وأن ما يقوم به مدير أمن عدن يعد تمردا على توجيهات وزارة الداخلية. وفي رسالتها أيضا نفت الحكومة الشرعية أي علاقة لها بالانتهاكات التي تحدث في مناطق الجنوب المحررة. في هذه الحلقة من برنامج زوايا الحدث نتناول هذه القضية في محورين: ما الذي تحمله رسالة الحكومة الشرعية إلى مجلس الأمن، وما مستقبل العلاقة بين الحكومة والتحالف العربي في ظل المتغيرات الحالية. نتابع التقرير التالي ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. ميليشيات متمردة تهدد البلد بالتشرذم، اتهام رسمي صريح لا يقصد به جماعة الحوثي بل الألوية الأمنية والعسكرية التي أنشئت ودربت ومولت من قبل الإمارات. هذا الاتهام يرد في رسالة موجهة من قبل الشرعية إلى مجلس الأمن، والتي كتبت كملاحظات على تقرير فريق الخبراء الصادر في يناير الماضي وتحقيق الاستقلال وإقامة الدولة الفيدرالية الجنوبية المستقلة. اتهمت الحكومة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من الإمارات بممارسة العنف المسلح لفرض أجندته السياسية، متهمة المجلس برفع العلم الجنوبي، نافية في الوقت ذاته علاقتها بالانتهاكات الحادثة في مناطق الشرعية، مؤكدة أنها تحدث من جهات متمردة عليها، موضحة أن مواقع الاحتجاز خارج القضاء لا تخضع لسلطة المؤسسة الأمنية والقضائية، في تلميح إلى السجون السرية التابعة للإمارات. نص رسالة الحكومة يؤكد على صوابية ما ذهب إليه تقرير الخبراء المعني باليمن بخصوص وجود قوات عسكرية تعمل بالوكالة لصالح الإمارات. وقالت الحكومة إن قوات الحزام الأمني بعدن ولحج والنخب الحضرمية والشبوانية لا تتبع الشرعية، وقد أضحت عائقا أمام بسط سلطة الدولة كونها تشكلت بطريقة جهوية ومناطقية، واصفة مدير أمن عدن بالمتمرد على وزارة الداخلية. اتفقت الحكومة في رسالتها مع فريق الخبراء على تورط إيران في انتهاك سيادة اليمن وزعزعة استقراره، ودعت مجلس الأمن بالتحرك ضد تهديد ميليشيا الحوثي للملاحة البحرية. لكن الحكومة اعترضت على الاستنتاج الذي توصل إليه فريق الخبراء من أن اليمن تكاد تكون دولة غير موجودة، رافضة الحديث عن عدم قدرة الرئيس الحكم من الخارج. هذه أول مرة تقوم فيها الشرعية بمخاطبة مجلس الأمن وتحميل التحالف وخصوصا الإمارات مسؤولية الانتهاكات التي تحدث في المناطق المحررة، مما يشير إلى أن الأزمة بين الشرعية والتحالف تزداد تعقيدا واتساعا. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا من تعز المحلل السياسي فيصل الحذيفي. سيد فيصل مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور. أهلا وسهلا، حياك الله. أهلا بك سيد فيصل. يعني ما الجديد في رسالة الحكومة؟ يعني ما الذي تحمله هذه الرسالة إلى مجلس الأمن؟ الرسالة هي تعلن عن نفسها بمضمونها. الجديد فيها أنها صدرت من الحكومة بشكل غير متوقع. نعم. ظلينا تقريبا 3 سنوات من الحرب نشاهد بأم عين المخالفات التي ترتكبها دول التحالف والانحراف عن تحقيق الأهداف المتفق عليها. نعم. وكان الناس يائسون من موقف رسمي إزاء هذه المخالفات والانتهاكات. نعم. جاءت الرسالة تتويجا أو استجابة لغضب الشارع من سوء أداء دول التحالف وخروجها عن الأهداف المتفق عليها في أنها عونة اليمن وليست
أداء من أدوات تفكيك البلد أو الاستعمار هي أو المساواة عليه. نعم، لكن يعني دكتور الأثر، إذا ما تحدثنا عن الأثر السياسي والقانوني المترتب على هذه الرسالة برأيك؟ هي الرسالة صيغت بلغة دبلوماسية مهنية حذرة، وجهت الاتهامات إلى الأطراف الداخلية وتجاهلت الأطراف الخارجية الممولة لهذه الكيانات، حرصا منها على لا تدخل بتصادم مباشر معها لعلها تغير من سياستها تجاه السلطة الشرعية والدولة كما هو وفق المرجعية الثلاث. طبعا ربما يعقد هذه الرسالة إذا ما استمر الخرق الدائم في هذا في هذه العلاقة، ربما يعقدها رسالة في لمن يسألهم بتحديد عقوبات أو بمطلب عقوبات على هذه الكيانات أو القيادات على الأرض، وربما يتطور الأمر إذا ما استمرت هذه الخروقات ولم تلتزم دول التحالف بالعودة إلى جادة الصواب، وربما يصبح هناك رسالة جادة من السلطة الشرعية بشكل مباشرة بدول التحالف، أو ربما إعفائها من التدخل كليا إذا ما استمرت الأمور بهذا الشكل الغير منطقي وغير معقول. نعم، لكن دكتور يعني هناك إشادة من قبل الشرعية في هذه الرسالة بدعم التحالف العربي، وفي نفس الوقت اعتبرت قوات الحزام الأمني والنخب الحضرمية والشبوانية تشكيلات خارج سلطة الدولة، يعني رغم أن هذه القوات لا يخفى عن أحد أنها مدعومة من أطراف داخل التحالف. هو كما قلت سابقا بأنه الرسالة صيغت بلغة دبلوماسية حذرة ووجهت الاتهام إلى أطراف داخلية معنية بهذا الاتهام، وهي صيغت على المثل القائل إياك يعني وفهمي يا جارة، يعني الاتهام موجه لأطراف داخلية مدعوة من دول التحالف، ولكنها لم توجه اتهاما مباشرا أو تحمل هذه الرسالة اتهاما مباشرا لدول التحالف، حرصا منها على عدم الدخول بتصادم ما دام واليمن لا زال بعقد مشترك بحلف مشترك مع هذه الدول لعلها تغير من سياستها، لأنه في نهاية الأمر لن تستمر الأوضاع بهذا الشكل إلى ما لا نهاية، لابد أن تتغير المشاعر الداخلية والرسمية والخارجية. فقبل عامين كنا نرفع في تعز مرحبا سلما، اليوم تعتبر هذه إهانة لمن يرفع هذا الشعار، ولم نكن نتوقع أيضا أن يصبح هناك موقف رسمي غير مباشر من الوزراء المستقلين رفضا لهذه الممارسات، واليوم أيضا نرى رسالة رسمية موجهة لمجلس السلام ولكن لا تشير بشكل مباشر إلى دول التحالف، ولكن هي على دول التحالف أن تفهم بأن هذه الرسالة هي مقدمة للرسائل القادمة ربما تصبح مباشرة ضدها. نعم، لكن دكتور يعني ما الذي أثار حفيظة الحكومة الشرعية في إفادة فريق لجنة الخبراء بشأن المخاطر من إمكانية يعني أن تكون الدولة اليمنية غير موجودة، في حين يقول الواقع أن الحكومة لا تستطيع التواجد على الأرض ولا تخضع لها يعني كافة المؤسسات التابعة للدولة؟ هناك سلسلة من الأحداث المتناقضة دفعت إلى مثل هذا الموقف. أولا انكشاف سلوك دول التحالف المخالف للأهداف الحقيقية والمتفق عليها على الأرض، وبالتالي أيضا الجرى بانتهاك القرار والسيادة اليمنية بحيث أصبحت تتدخل بشكل مباشر على الأرض وتشكل القوات وتمدها بالأموال والسلاح وتمر بأمرها وهي خارجة عن السلطات الرسمية، كذلك أيضا الغضب الشعبي المتسع محليا أصبح يشكل حرجا على السلطة الشرعية بأنها لا تستجيب لمثل هذا الغضب، في نفس الوقت الذي تصدر قرارات داخل السعودية في ظل حرب تمارسها السعودية ودول التحالف على اليمن بطرد هؤلاء الناس بقوانين جائرة. فتراكم هذه الأحداث هو الذي أجبر السلطة الشرعية والحكومة بصياغة مثل هذه الرسالة التي أصبحت حد أدنى فيها حد أدنى من التجاوب غير المتوقع. نعم، لكن يا دكتور يعني الشكوى الحكومة تشتكي في هذه الرسالة من وجود تشكيلات أمنية لديها سجون سرية غير خاضعة لسلطة الشرعية، السؤال هنا لماذا صمتت الحكومة الشرعية طيلة هذه الفترة الماضية عن ذلك وتحدثت اليوم؟ العلاقة
الجزئيه من الاحضان بين السلطه الشرعيه ودول التحالف كانت علاقه غير متكافئه وغير منضبطه باتفاقيه دوليه او باتفاق مكتوب. لذلك ظلت السلطه تشعر بانه ليس لديها من الامكانات ما يجعلها تدخل بنديه في التعامل مع دول التحالف، وهي تشعر بالاحتياج الى استمرار عون هذه الدول. ولكن عندما انحرفت بشكل مخل ومسيء واثار الغضب الشعبي، وهذا الغضب يتسع يوم بعد يوم، ليس فقط ضد دول التحالف فقط ولكن ايضا ضد السلطه الشرعيه نفسها، بحيث اصبحت موضع تساؤل وموضع اتهام بالتفريط بالسياده والقرار السيادي اليمني. كانت هذه المآلات كانت ضرورية، إن لم تكن فإن الشارع اليمني على الأقل المساند للشرعية اليمنية والدول التحالف المساندة لابد أن ينصرف العقد ولابد أن يتخذ الشارع موقفا مختلفا على الأرض. لكن دكتور، يعني هل تتفق مع من يرى بأن يعني رسالة الحكومة هذه بمثابة يعني ناقوس خطر من طرف الحكومة لإعادة ترتيب علاقتها بالتحالف العربي؟ يعني هل تتوقع مزيد من التصعيد من قبل الحكومة الشرعية تجاه هذه بعض الاختلالات الحاصلة في المناطق المحررة؟ إذا كانت الرسالة صيغت بهدف أن توجه رسالة ضمنية لدول التحالف ولديها ايضا هدف في اعاده تقييم هذه العلاقه وتقييم المسار، بالتاكيد سنلحظ بان هناك رسائل قادمه، قلنا اما للمطالبه باصدار عقوبات ضد الفئات الخارجه عن القانون على الارض، وكذلك في المستقبل ربما ضد الدول التي تدعم هذه الفئات. هذا اذا هناك نيه او جديه من السلطه الشرعيه بانها لابد من وقفه حقيقيه لاعاده العلاقه بشكل متزن وسليم. نعم، اذا اشكرك جزيلا الدكتور فيصل الحذيفي، كنت معنا من تعز استاذ العلوم السياسيه في جامعه الحديده، شكرا جزيلا لك. نستقبل معنا المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي من تعز. سيد عبد الهادي، مرحبا بك. اهلا وسهلا اخي. اهلا سيد عبد الهادي، يعني ما الجديد في الذي تحمله رساله الحكومه الى مجلس الامن؟ هي من حيث الطبيعه يبدو ان لجنه الخبراء قدت اصدار تقرير، هذا التقرير سوف يتناول انتهاكات اتخذتها تشكيلة قائمة في المحافظات الجنوبية قبل التصور لها مثلا والنخبة الحضرمية وأيضا ما يسمى بالجزم العلمي، وبالتالي يبدو أن الحكومة اتفقت التقرير على اعتبار أن الحكومة لم تتمكن من العمل في الحلقة الجنوبية في الفترة الأخيرة، وكانت تناقش باتفاقات على نقل قسم من الصلاحيات خصوصا في هذا الحكم المصرح به إلى الحكومة بدلا من الحزام الأمني بشكل مباشر، وانها سوف تتولى المسؤوليه الامنيه. لكن هذه الرساله يعني من حيث طبيعتها وظاهرها مقلقه جدا ان توجه الى مجلس الامن، واتهامات تشكيلات موجوده قائمه تدعمها ايضا تلقى رواتبها من الحكومه بشكل رئيسي، فالحكومه حتى غير قادره على التحكم في الرواتب. المسألة بالنسبة لنا إلى الآن فيها، أولا لا نعرف من الأصدقاء الذي حملته الرسالة، هل هي وزارة حقوق الإنسان الخارجية رئاسة الوزراء مباشرة، يعني أربطتنا مسألة الرسالة للتأكد من هذا الموقف بشكل رسمي، يعني أكثر رسالة تسريبات إلى الآن، ويبدو التعامل مع المسألة بشكل رسمي على الحكومة إن كانت فعلا هناك إشكالات فيما يخص، وهذه ظاهرة منذ فترة فيما يخص عمل الحكومة منذ ما حدث في مواجهات في محافظة عدن ما بين الحرس الرئاسي وجماعات المجلس الانتقالي أو الحزام الأمني. هناك إرباك كبير في مدى الاختصاصات وآلية العلاقة ما بين كل من الحكومة والسلطات المحلية في المحافظات وأيضا التشكيلات الأخرى التي وجدت منذ المقاومة وما بعدها. نعم. وأيضا علاقة التحالف في الحكومة، هذه المسألة هناك لجنة ثلاثية، هذه
الرئيس وفيها كل من ممثل الاخوه في المملكه العربيه السعوديه والاخوه في الامارات العربيه المتحده. واعتقد ان الاطراف هذه عليها ان تفض هذه العلاقه اولا مع التحالف والعلاقات الداخليه يجب ان تصبح واضحه، لان ما نتحدث عنه الان على اليمن الاتحادي وما هو قادر لا زال لم يقام كاجراء دستوري يجب ان يتحول الى دستور ثم الى قوانين ناضجه الى واقع على الارض يجب ان تتم التشكيلات قبل ان تقر وثيقه الدستور واستنادا فقط الى مفردات مؤتمر الحوار نفسه. مفردات مؤتمر الحوار اخرجت من قبل الاجماع السياسي وهي لا تمثل الشعب اليمني، هي مشتكى عليها وبالتالي هي صادره من النادي السياسي اليمني الذي يشمل القوى السياسيه المتشكله وهذه القوى كما تهيئ خلف الحرب بسببها. فهنا الاشكال الاساسي لكن السياسه الحكومه رب تحاول ان لا تنفيذ قرار عثمان في هذه القضيه، وبالتالي هي تعمل على ان تبرر نفسها ان تدان واسط لجنه الخبراء التابعه للامم المتحده. نعم، لكن سيد عبد الهادي يعني كيف نفهم إشادة الحكومة في هذه الرسالة بدعم التحالف العربي وبالمقابل يعني تعتبر قوات الحزام الأمني والنخب الحضرمية والشبوانية بنفس الوقت أنها يعني تشكيلات تعمل خارج سلطة الدولة، رغم أن هذه القوات يعني لا يخفى عن أحد أنها مدعومة من أطراف التحالف العربي، يعني كيف نفهم هذا الأمر؟ هناك فرق بين الدعم والقيادة. هناك فرق، أنا هناك دولة قد تدعم لقيام جهاز أمني، لكن كيف يتصرف هذا الجهاز وقياداته؟ هنا هذه المسؤولية حتى من الناحية القانونية يتحملها من لكن كيف تدعم سيد عبد الهادي للتوضيح في هذه النقطه، يعني هو ليس قياده وان كان الدعم، كيف يقدم دعم لكيانات داخل الدوله مع ولا يقدم الدعم للمؤسسات الرسميه التي يفترض بها ان تدير هذه الكيانات داخل الدوله نفسها؟ يعني لماذا يذهب التحالف لدعم كيانات داخل الدوله ولا يدعم الدوله نفسها في تثبيت وجودها على الارض؟ وبالمقابل هذه الكيانات ايضا يعني بات واضح للعيان انها تعمل على زعزعه الوضع ويعني اضطراب الوضع في المناطق التي تتواجد فيها. يعني الرسالة الحكومة في البداية يعني تشكر دعم التحالف وتشكو من كيانات أيضا التحالف العربي هو من أوجدها وهو من يدعمها حتى اللحظة. أعتقد أن المسألة ترتبط بتاريخ عودة الحكومة وتاريخ وجود هذه الكيانة. عودة الحكومة كان متأخرا كثيرا عن وجود هذه الكيانة بعد التحرير مباشرة. كانت هذه الكيانات من حيث الدعم انشأت هي إدارة محلية وسلطات أمنية، لكن كيف مارست هذه الأجهزة وهذه السلطات وهذه المحاولات إدارتها في البلد والقايين عايين والقايين القوانين ما يتحملها المركز من الناحية العربية قانونا، لكن مسألة الدعم هي من التحالف العربي. فيبدو لي أن الرسالة تحتاج إلى مزيد من التأكيد والطمح رسميا على الحكومه، وبالتالي هنا في هذه اللحظه التي اعد الرساله وهم يمتلكون قوه الدفاع عنها، الرساله ظاهريا تتماشى مع ما هو مجرى في الشارع من خلافات ظاهريه بين ما يراقب المجلس الانتقالي الجنوبي والسلطات المحليه في المحافظه الجنوبيه والاجهزه القائمه العسكريه مثل النقاط والامنيه مثل الاجهزه الامنيه. وايضا شملت الرساله مثير عن عدن، شملت الرساله الشبون القائمه وتمثلت من ظاهر الرساله. لكن من الذي الجهه الرسميه التي ارسلت هذه الرساله هي الخارجيه مثلا كرئيس الدبلوماسيه عن دار التعامل عن رئاسه الوزراء عن دار حقوق الانسان؟ المساله تختلف عن اي جواهر صادره. نعم، طيب سيد عبد الهادي يعني هل نستطيع القول ان هذه الرساله جاءت بغرض يعني لفت انتباه التحالف
يعني إعادة تصحيح أو ترتيب العلاقة ما بينه وبين الشرعية كما تحدث عنها الوزير الذي استقال، وزير الخدمة المدنية، أن تكون العلاقة ما بين التحالف والشرعية علاقة ندية وليست تابع ومتبوع. إذا ذهبنا إلى هذا المستوى الذي ذهبت إليه في سؤالك في مسألة تنبيه العلاقة، فأعتقد أن مسألة العلاقة قد كانت تؤكد عدم التوازن والاختلال. أو لنا تشكيلة اللجنة الثلاثية. تشكيلة اللجنة الثلاثية كان الهدف منها إعادة رسم العلاقات وانتظامها. فبالتالي هل انتظمت أو لم تنتظم؟ اليمن لا زالت تحت الفصل السابع، والفصل السابع في هذه الحالة يطرح اليمن تحت إجراءات مجلس الأمن الدولي والحق في تنفيذ القرار، وبالتالي هذه المسألة ملزمة أن يكون هنالك اتساقا في العلاقة، وفي حالة أي اختلالات لا تستطيع هذه الدول فيما بينها حلها على الطاولات. ومن جانب آخر ماذا دولي أن هنالك تخوفات من الإدانة في المسألة الإنسانية من قبل لجنة الخبراء التي تعتبر إلى حد تعتبر حسب القرار لجنة محايدة، وبالتالي من حقها أن تدين هذه الأطراف أي كانت تأثير، إما من تخلى عن مسؤوليته أو من بالغ في مسؤوليته وبالغ في استخدام العنف وطوقا في صلاحيات خارج المتعارف عليه عرفا في القانون الدولي أو عبر القوانين المحلية. نعم، إذا وضحت الصورة. أشكرك جزيلا سيد عبد الهادي العزعزي، محلل سياسي، كنت معنا من تعز. إذا مشاهدينا نكتفي بهذا القدر، وصلنا إلى ختام حلقة الليلة من برنامج زوايا الحدث. أشكر ضيوفي المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي كان معنا من تعز، والشكر أيضا للدكتور فيصل الحذيفي كان معنا من تعز، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل عبد الرقيب الأبارة، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقي في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله وحفظه.